وبالتالي فالمسار العسكري ماشي والمسار السياسي ماشي. اعتقد من وجهه نظري نتيجه عوامل هقولها دلوقتي انه سيتم تمديد وقف اطلاق النار ويتم تمديد تبادل الأسرة ليه؟ من الجانب الاسرائيلي نتنياهو سيوافق غصب عنه عنده اجتماع النهارده للكابنت لحكومه الطوارئ لا. عنده اجتماع ربما واحنا قاعدين دلوقتي الاجتماع ماشي في اسرائيل لينظروا في احتمال تمديد آه. لما نحط ده بلس بقى انه مدير السي اي اي جاي اه طبعا جاي بيرنز جاي فبيرنز يعطي تعليمات مش جاي يسال اكيد بيرنز ده ما بيجيش يقول لهم بقترح عليكم اسمعوني رايي كذا لا ده بيجي يعطي تعليمات واسرائيل في وضع الان وده يعني ربما جديد تماما ان اسرائيل كانت طول الوقت تحت الحمايه الامريكيه هي الآن خرجت من الحماية الأمريكية لتدخل بيت الطاعة الأمريكي وده هيكون له تأثير على مستقبل ليس اسرائيل على مستقبل تركيبة الشرق الأوسط <applause> لم يعد نتنياهو يستطيع كما في السابق ولا أي رئيس حكومة قادم إنه يحط على رجل رجل على رجل قدام أي رئيس أمريكي قادم ويقول له أقبل أو لا أقبل <applause> لأنه سيتلقى أيضا تعليمات حد بقى هيقول لي اللوبي الصهيوني ما اللوبي الصهيوني سيبكم الكلام ده على جنب لانه اللوبي الصهيوني الاي في الولايات المتحده الامريكيه الان ضد هذه الحكومه وهو امريكي في الدرجه الاولى قبل ما يكون صهيوني وسيستمع الى تعليمات الولايات المتحده الامريكيه لانه يريد مع امريكا انقاذ اسرائيل من نفسها انقاذ اسرائيل من, من نفسها. نفسها مفهوم طيب عشان كده هرجع اكرر تاني اسرائيل خرجت من مظله الحمايه الامريكيه واستدعيت رغم انفها لبيت الطاعة الامريكي مفهوم ف... وحضرتك شايف انه من المرجح جدا ان يتم تمديد الهدنة الاولاني عشان يخلص تخلص الحكومه الاسرائيليه ونتنياهو من ضغط الشارع كويس لانه طالما هذا الضغط بيقول له لا ما ترتبليش الاولويات انك تعمل صح. العسكري الاول وبعدين تحرر وتستفيد باكبر الرهان. عدد من الرهائن يفرج عنه طلع لي الرهان الاول صح. عشان نخلص من الموضوع فسيوافق على الى جانب انه الامريكا عايزه تمدد ده والنهارده مدير السي اي بيقول له مدد كويس من جانب المقاومه هي ايضا مستفيده لانه دول عبء عندها وعايزه تستفيد من الوقت والوقت ربما تحدثنا في المره السابقه ان الوقت واحد من اهم العوامل ان لم يكن اهم عامل في العمليات العسكريه. صحيح. وبالتالي هم عايزين يستفيدوا من الوقت يستعدوا يغيروا مواقعهم، يستعدوا دفاعيا للمعركه القادمه، يشوفوا اذا في متغير جديد سياسي سيدخل على العمليه صح. العسكريه يوقف اله الحرب العسكريه و... ويتجهزوا بالوقود يعني. والغذاء يعني. ولذلك والى جانب انه مصر بتلعب دور مهم قطر ايضا تلعب دور مهم والولايات المتحده تضغط بشده لتمديد وقف اطلاق النار واستكمال الرهائن. كويس. اذا استكملت هذه العمليه ايه اللي هيحصل؟ مم. هندخل مباشره على عامل لا احد يتكلم عنه. استكملت عندي. الهدنه قصدي الهدنه أوه. وتبادل خلصنا من التبادل لكن سيبقى إحنا لو حسبنا ست أيام بس هو في نقطة مشكلة فضل. قبل ما حضرتك تخش لنا على السيناريو بتاع اليوم التاني أو ماذا بعد لا لا ده قبل اليوم التاني طيب أه. هي ورقة الضغط الرئيسية التي تمتلكها حماس وباقي الفصائل ايه؟ الرهائن لا لا أوه. مش إيه؟ بس الرهائن يعني في نظرك على الأقل المجتمع الغربي هقول وضغطه وتعاطفه مع, مع فكرة الرهائن فكون إن حماس دلوقتي كسبت هذا الوقت مقابل خمسين رهينة فهي ما زالت محتفظه بالعدد الاكبر والنوعيه الاهم هم العسكريين والجنود هو ده هو ده اه احنا في الست يعني ايام القادمه لو كل يوم طلعت رقم 10 هنوصل ل 110 مثلا 50 زائد 10 في 6 هيبقى يعني 60 و50 هيبقى 110 110 تقريبا ما يزال عدد اخر صح حماس تقول انها لا تسيطر على العدد الاخر اللي موجود ومنتشر في اماكن اخرى وبعضها مات بالقصف الاسرائيلي على بيوت لانها مش محتفظه بيهم كلهم في الأنفاق بعضهم في الافاق. الاهم هو انه أيوه. في عسكريين صح هؤلاء العسكريين ليس معروفا الان عددهم قد ايه، بعمليه حسابيه اذا خصمنا 230 شلنا منهم 110 ان شاء الله يكونوا هدول كلهم الباقيين من العسكريين صح هنا ستتغير المعادله تماما لا يمكن للمقاومه ان تقبل بمعادله واحد قصاد 3 نفتكر بقى جلعات وكل احنا اللي عايز اقوله فيما يتعلق به هنفتح ملف التبادل صفقة التبادل بس بنقول ان الوضع سيختلف تماما نعم. حتى لو قمت بعمليه عسكريه فانه كمان دول ليهم اهالي اذكر هنا بانه من حرب سنه 14 م. في جثتين اشلاء جثتين لعساكر وفي آه واحد صحيح. اثيوبي وواحد بدوي من عرب ال 48 من النقب موجودين وايضا فشلت اسرائيل في الحصول عليهم وتحريرهم وكان في مفاوضات لاجراء تبادل الاسرى وفشلت طيب دلوقتي هيبقى في عدد من العسكريين احنا غيرنا جلعاد شليد ب 1047 واحد ها أه؟ كم حماس بتقول تغيير تبييض السجون تبييض السجون ده مصطلح فلسطيني انه ما يبقاش حد في السجون طيب ده اسرائيل ستحاول حسب مزاعم الجيش تحديدا انها بضغطها العسكري يمكن ان تفرج عنهم او تضطر تضطر حماس الافراج عنهم لا. ده سيناريو مختلف ومعادله مختلفه تماما ما فيش واحد لثلاثه احنا امام معادله يسموها في اسرائيل حتى الكل في الكل معادله صفريه كل دول آه. مقابل كل دول اه صفريه آه قابل قابل مش قابل يا هيموتوا عندنا او نستشهد معاهم لكن لن يتم تحريرهم بالمعادله السابقه الضغط الدولي هيقل لأن الضغط الدولي بيقول لك دول عسكريين في عسكريين أنا أتدخل ليه؟ صح فالضغط الدولي سيقل وهتبقى مباراة بين الطرفين إسرائيل سوف ترمي بكل ثقالها العسكري في معركة يعتقد تماما زي ما قلت وأنا وريتكم أمر العمليات نمرة ثلاثة وسميت يعني بالأسماء أنه في الفرقة 94 كان في فرقتين في الأساس موجودين في قطاع غزه مع ثلاث فرق مدرعه، الان هي بتجهز للعمليه البريه في الناحيه الثانيه. طيب. طب انا سؤالي هنا حتى لو خف الضغط الغربي والدولي والمجتمع الدولي بسبب اخلاء الرهائن المدنيين. مم. بعد تغيير الصوره وبعد المكسب المعنوي الكبير اللي خدته القضيه الفلسطينيه والشعب في غزه والاطفال ومقتل النساء وما ذلك حتى مش في الحكومات بس في الشوارع والراي العام والاعلام. الغربي لا وتغيير في الدول بنسبة كبيرة تقريرك اسبانيا و... صحيح وبلجيكا وبلجيكا وايرلندا صحيح عدد كبير هو السؤال هنا هل سيسمح العالم لاسرائيل بمعاوده هذه الحرب السافره الوحشيه بنفس الشكل واستعاده الصوره اللي العالم كله انتفض من اجلها؟ طيب بس اكمل قصه الرهائن والأسرة عارف. وبعدين ننقل الى هذه المساله في تاريخ المقاومه الفلسطينيه من سنه ليست هذه هي اول صفقه وربما لن تكون الاخيره الا اذا اقر السلام وقيمة الدوله الفلسطينيه فلن يكون هناك صراع يستوجب وجود رهائن او اسر في الطرفين صحيح طيب في من 68 حتى 23 جرت 50 عمليه تبادل اسر 50 50 عمليه من 68 الى الصفقه الاخيره دي طيب في هذه الصفقات الخمسين تفاوتت نسبة بطلع واحد لواحد ولا بطلع ألف لواحد ولا بطلع إيه لإيه إلى آخره هشير بس بسرعة كده للتجربة الشخصية تفضل. في هذه التجربة الشخصية أنا كنت مسؤولا عن إحدى الوحدات اللي أثرت ثمان جنود إسرائيليين لو سمحت حط لنا صور البطاقات العسكرية سنة بتاع سنة 83 في البقاع في لبنان بعد حرب 82 احنا طلعنا على البقاع آه. حدود السورية اللبنانية أثرنا وحدة إسرائيلية من 8 جنود كويس طيب حطولنا لنا أدي الهويات وعشان ما حدش بس أنا بعرف أنه ناس كتيرة دلوقتي بتقعد تقول لك ده فوتوشوب ومش فوتوشوب آه. أدي ارجع على يا أحمد ادي البطاقات الشخصيه يا دكتور زمن. بتاعت اثنين من زمنت. الجنود زمنت زمنت اه اهي آه ايوه دي البطاقة العسكرية لاثنين من الجنود. ده جندي تمام بطاقته العسكرية. ايوه أهي. وده جندي إسرائيلي آخر، دي بطاقته الشخصية، بطاقته العسكرية. وده صورته. وحتى في بعض الشكلات كانت موجودة في البطاقة ما نزال نحتفظ بها. تمام. الصفقة دي حررت إحنا أخذنا ستة واضطرينا نعطي للجبهه الشعبيه لانه طلعوا في عربيه الاسعاف بتاعت الجبهه الشعبيه لانه كان في حواج سوريه فادينا للجبهه الشعبيه اثنين احنا طلعنا بالسته حوالي 6000 5700 وكذا معسكر انصار في لبنان كله الذي اعتقل فيه اللبنانيين والفلسطينيين تم تفكيكه والناس روحت وطلعنا 14 واحد من مناضلي المواطنين العرب الاسرائيليين الفلسطينيين يعني 14 واحد كانوا واخدين مؤبدات طلعنا حوالي 134 134 اظن من الاسره من الضفه الغربيه واصر خليل الوزير ابو جهاد على تحرير مكتبه كل مركز الابحاث الفلسطينيه آه. وده كان موضوع خطير انا حضرت ندوه في الهند وسالني واحد من اهم المحللين العسكريين في اسرائيل في شيف كان اسمه مات فسالني قال لي طيب فهمنا أنكم بتحرروا الاسره بتوعكم انتوا عايزين المكتبه في ايه مم. فقلت له انه خليل الوزير ابو جهاد الله يرحمه الشهيد خليل الوزير اصر على المكتبه عشان يعلمكم انه احنا مش حركه ارهابيه انه الثقافه بالنسبه لينا بالنسبه للفلسطينيين تساوي نفس البني ادم ما هي اسيره انتوا اثرتوا الكتب بغبوتكم الشديده اثرتوا الكتب السؤال موجه ليك انت مش لينا احنا ليه طلع؟ ليه حررناها السؤال موجه ليك ليه انت ليه انت اثرتها ليه صحيح. عملتها معامله الاسره ونقلتها من بيروت وحطها لانه بيختطف على في الارض والحضاره والتاريخ فاضطر بيقول قال لي بالظبط كده كنا في الهند الندوه قال لي انا بكره طول عمري بكره هذا الرجل لكن مضطر ارفع له الطاقيه يعني قبعة. القبعة طيب ده ما يتعلق بموضوع الرهائن عايز اقول بس كلام مهم في موضوع الرهائن قبل ما نقفل الملف اتفضل نمره واحد أن صفقه جلعاد شليت اللي هي فيها 1047 واحد باستثناء السنوار وعدد قليل جدا تم اعتقال إعادة اعتقال أغلب الذين تم تحريرهم أو قتلهم في اثنين على الأقل بقى عندي أسمائهم واحد من المحررين من طولكرم وقتل في غزة وواحد من المحررين كان من القدس كان أبعد إلى م. غزة وأيضا استشهد في قطاع غزة والباقي أغلبهم إما قتل او اعيد اعتقاله مره صحيح. اخرى صحيح. واسرائيل عملت جريمه تانية ان اللي كانوا واخدين مؤبدات بعد ما تم تحريرهم رجعت للاحكام القديمه دي واحد اغلب المعتقل اغلب الناس اللي بيتم تحريرهم في صفقات اسرائيل تعيد اعتقالهم تاني عايز اقول نقطه تانية طب قبل النقطه تانية وده اللي انا اشرت ليه في بدايه الحلقه النهارده ولازم يكون يعني جرس انذار كده عند المجتمع الدولي ان اسرائيل اللي بتعمله دلوقتي هي انها فاتحه في مساله المداهمات والاعتقالات علشان بتقلل من اهميه الافراجات اللي بتعملها. حالا أنا هقول لك يعني هي بتطلع 13 في اليوم وبتقبض على 500 في اليوم. منذ 7 10 منذ 7 اكتوبر حتى لا. الان تم اعتقال الاتي اه 3200 واحد من الضفه الغربيه. الضفه؟ من الضفه الغربيه. اللي هو بعيد عن مسرح الاحداث خالص. واستشهد في الضفه الغربيه اكثر من 230 واحد في الضفه الغربيه اخرهم اقتحام النهارده واستخدمت طيارات بدون طيار في جنين وفي نابلس. Yeah. طيب. اه في معركه مفتوحه عنيفه للغايه في الضفه الغربيه مدن الضفه الغربيه في جنين ونابلس وتل وحتى الخليل في عده مدن فلسطينيه <applause> فاعيد اعتقال اعتقلت مش اعيد اعتقلت حوالي 3200 من الضفه الغربيه. <applause> في مصيبه ثانيه لا احد يدري عنها شيء. اعتقل ع... عدد غير معروف هو على الأقل بالمئات إن لم يكن بالألاف من قطاع غزة واقتيدوا إلى أماكن لا أحد يعرفها وفي ظروف لا أحد يعرفها إسرائيل عندها تقنية اسمها بصمة الوجه نتيجة أنه كوادر حماس كانوا بيقبضوا الفلوس اللي جاية من قطر دي كان يتم تبصمهم وإسرائيل حصلت على صور لوجههم عندها تقنيه زي اللي موجوده في المطار انك تبص في الكاميرا كده فصورتك تتحفظ فعملوا بوابات في شارع صلاح الدين واجبروا الناس تعدي من هذه البوابات طب بصمه الوجه بصمة موجوده بصمه الوجه تعالى على جنب انت حماس حتى لو كان بيشتغل مدني مثلا من حماس بس في وزاره اي حاجه آه. ها بيتاخد بيقلع عريان وفي مشاهد مؤلمه انا ما رضيتش اجيبها لانها مهينه ومؤلمه بيعصبوا له العريان ويقلع عريان ويوهان بشدة ويلقى في سيارات وبيتاخد لأماكن لا العدد معروف ولا الأماكن معلومة. ولا ظروف اعتقاله موجودة وده كمان الضمير العالمي نايم على الموضوع ده محدش بيسأل فيهم محدش بيتكلم عنهم محدش بيعرف في منظمة التحرير في هيئة خاصة كان في وزارة خاصة بالأسرة في هيئة مستقلة فلسطينية بتتابع موضوع الأسرة سألناهم قالوا ليس لدينا أي معلومات على الإطلاق ولا أحد لا في إسرائيل نفسها ولا في السلطة ولا في العالم بيعرف قد إيه العدد احنا قلنا على 3000 دول عايز أقول قاعدة أساسية طالما حتى لو, حض... لو بيضنا كل السجون طالما أن إسرائيل ستبقى قوة احتلال فسيبقى دائما ملف الاعتقالات مفتوحا وستظل السجون طبعا. الاسرائيليه تمتلئ مره اخرى تفرغ وتمتلئ تفرغ المنظمه لما دخلت وفق اتفاق اسلو كان في ألف اسير نعم. طلعت طلعت ألاف اسير بقيت اسرائيل محتفظه حتى الان باسرى من قبل اتفاق اسلو يعني من قبل 93 موجودين والكثير منهم احنا في في الفلسطينيين بيقولوا كل اسير يعدي 20 سنه بيعتبروه من عمداء الاسره آه. في بقى دلوقتي مئات بقى لهم اكثر من عشرين سنه ومحكوبين اربع مؤبدات وسبع سبع مؤبدات مروان الغبربوسي اربع موبدات وخمسة و25 سنه أظنه كذا وفي غيرهم يعني كتير محكومين مؤبدات يعني, ما يعني لو حتى يعني لو عاشوا زي سيدنا نوح مش هتخلص السنوات اللي فده ملف الأسرة طالما ان اسرائيل ستبقى قوه احتلال فملف الأسرة سيبقى مفتوحا والقمع الاسرائيلي واعتقال المواطنين سيبقى مفتوحا وهذا الملف لن أي. يغلق ابدا